مرحبا أصدقائي، مرحبا. هل أنتم جاهزون لمشاهدة قصة جديدة؟ هيا بنا لنشاهد معا. قصة اليوم قصة حرف الطاء، هيا لنشاهدها معا. طارق طفل طموح يحلم دوما بالطيران بواسطة البالونات الجميلة. أطلع طارق أمه على حلمه بالطيران، فضحكت طويلا ووعدته بمفاجأة. يا ترى ما هي هذه المفاجأة؟ نام طارق وهو يحلم بطريقة يطير بها بواسطة البالونات، فالطيران حلم طفولته. وبعد طلوع الصباح طلب والده منه مرافقته إلى وسط الحقول، فشاهد منطادا كبيرا مربوطا بحبال. انظر إلى هذا المنطاد الكبير مربوطا بحبال. ركب طارق المنطاد وطار به وسط الطبيعة، فشاهد الطيور والأشجار الطويلة. شاهد طارق المهرج طمطوم فأشار إليه فرحا، مرحبا أيها المهرج الجميل، فأشار إليه فرحا بتحقيق حلمه بالطيران. لقد حقق حلمه وطار بالمنطاد مع والديه. شكرا يا أبي، شكرا يا أمي على هذه المفاجأة الجميلة. نراكم قريبا أصدقائي.